عبد الرحمن اتفضل بضيفك العزيز الاستاذ عبد العزيز مخلوف. اعزائي المشاهدين، معنا الان الفنان المعروف والمناضل المعروف ايضا الاستاذ عبد العزيز مخيون هنا من ميدان التحرير. اهلا بك يا استاذ عبد العزيز. زي صح حضرتك جاي من البحيره مخصوص، انت اقامتك دلوقتي في البحيره وجاي تشارك. اشارك في هذا الحدث المهم جدا. ما اهميه هذا الحدث؟ اهميه هذا الحدث ان الشعب المصري لا يملك الا هذا الحشد، لان هذه ثوره بلا اب، ثورة يتيمة وشعب يتيم. النخبة حتى الآن غير قادرة على أنها تفرز قيادة، ومن هنا فأنا أطالب أن هذا الشعب وهذه الثورة تنتخب جمعية وطنية من هنا من هذا المكان. وسهل جدا انتخاب الجمعية الوطنية من ميدان التحرير. هذه الجمعية الوطنية يوكل إليها إدارة شؤون البلاد، وينبثق منها مجلس ثوري. مجلس ثوري، لأنني لم أرى في تاريخ الثورات أن في ثورة تسلم قيادتها وتسلم كل أمورها لناس من نفس النظام السابق المنهار اللي هي ثارت عليه. مين هم الناس اللي من نفس النظام السابق والسابق؟ اللي موجودين مع احترامنا ليهم كلهم، وأولهم مجلس الوزراء، وكذلك المجلس العسكري مع احترامنا له، وأنا لا أشكك فيهم وأنا أقدر دورهم، ولكن هم الأفق السياسي بتاعهم محدود. احنا محتاجين ان الشعب، يعني الثورة تكون ممثلة وتتخذ وقرارها يكون في ايدها. احنا في حالة خطر، الثورة بتجهض، هذه ليست ثورة. يجب ان الجماهير تعبر عن نفسها. والملاحظ ان في قيادات، ناس بتدعي انها قيادات او ناس بتناضل من على الهوى، هذا لا يصلح. يجب ان يكون فيه قواعد على الارض، يكون فيه جماهير على الارض، ناس تستند الى قوه جماهيريه وقوه شعبيه على الارض. اهم المطالب اللي لو افترضنا انه تكونت جمعيه تاسيسيه او انتخب الميدان من يمثله ويقود البلاد، تفتكر ايه سلم الاولويات اللي هتبدا بيه او ينبغي ان تبدا بيه هذه الجمعيه؟ اي ثوره ماذا تفعل؟ الثوره الفرنسيه ماذا فعلت وغيرها؟ اولا التطهير، ثانيا محاكمه المجرمون الذين اخطاوا واجرموا في حق هذا البلد طيله اكثر من 30 سنه. بعد كده انتخابات حره شريفه نزيهه، ثم دستور وعقد اجتماعي جديد. يعني هناك عدة مطالب لا تسع المجال لذكرها الآن. المطلب الأساسي بشكل عام هو أن تنتقل مصر من دولة شمولية تحكم بحكم عسكري إلى دولة مؤسسات ودولة ديمقراطية، دولة العدالة والحرية والمساواة للجميع. ده اللي مطلوب. مطلوب أن احنا نقصر فترة الحكم الانتقالي. أستاذ عبد العزيز مخيون، الناشط السياسي والوطني المعروف والفنان الجميل أيضا، شكرا جزيلا على تشريفك معنا. بعدين نطلع فاصل ولا إيه؟ مطالب مشروعة جدا اللي بيقولها الفنان المناضل عبد العزيز مخيون. عبد العزيز مخيون طول عمره ليه موقف، وموقف سياسي واضح ومحترم قبل الثورة وبعد الثورة. عايز اقول لحضراتكم جات لي رسائل كتير بيقولوا لي احنا مش عايزين حاجة من حد، لا عايزين لا من قطر ولا من السعودية، وكلهم اشقاء وعلى راسنا ولهم كل الاحترام وحريصين على التواصل والمودة طول الوقت. ولكن مصر غنية او اغنى من اي حد. مصر غنية بشعبها، بكل واحد واقف في الشارع، بكل واحد قاعد في بيته. يعني اللي في بيته، مش معنى اللي في بيته انه مش ثوري او مش مشارك في الثورة. الثورة هي انك تشتغل. عندنا ناس بتطالب بحقوق وعايزة تدافع عنها من أجلك، من أجل البلد دي. وإحنا نستطيع أن احنا نعمل أي حاجة. إحنا شعب بيصنع المعجزات لما بيريد. إحنا كمان عايزين الثورة تنتقل إلينا داخلنا، حتى الذي لم يشارك فيها، حتى الذي قصر، حتى الذي أخطأ. علينا أن نصحح أنفسنا، لأن مصر محتاجانا. وصدقوني نقدر نعمل مليارات المليارات من غير ما حد يدينا حاجة، مش عايزين منهم حاجة. هنطلع فاصل وهرجع تاني استقبل ضيف العزيز الباحث السياسي المهم والمحترم
الأستاذ والكاتب ضياء رشوان.